السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول. والنهاردة هنبتدي نشرح ثيم 2 أو المحور الثاني The world around me أو العالم من حولي، وهنبتدي ناخد في دروس unit 4 I love my home I love my home أو أنا أحب منزلي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن. هنخلص يا بابا. طبعا lesson 1 فيها كلمات جديدة، فبيقول لنا هنا Look and read. انظر واقرأ. My home. My home منزلي. Cupboard. خزانة أو دولاب. Table. منضدة. Couch. أريكة أو كنبة. Couch يعني أريكة أو كنبة. Lamp. مصباح. Chair. كرسي. Armchair. كرسي ذو ذراعين. Bookcase. خزانة كتب. Clock. اللي هي المكتبة يعني. ساعة. حائط. تلفزيون. تلفزيون. طبعا اللي تحت هنا homework عشان هو بيسألك عن الحاجات دي. Spelling rule. بيقول لك هنا spelling rule ان انت ازاي تنطق الحرف P the letter P in the word cupboard. Cupboard is silent. Cupboard. فبيقول لك the letter P in the word cupboard. Cupboard is silent. We don't say it. فمننطقش حرف ال P في cupboard. فإن ال B هنا silent فبنقولها cupboard. Cupboard. اللي تحت هنا homework. Listening and speaking. Listen, read and role play. Honey, what are you doing? I am looking for my. Honey, what are you doing? I am looking for my math book. Do you know where it is? No, I don't know. I can't find it and I have math homework. I can help you find your book. Ok, I am looking on the bookcase. Can you look in the cupboard, please? Cupboard, please, yes. It is here in the cupboard next to the fuzzles. Thanks, Dad. طبعا اللي بعد كده ده homework. هنا عندنا في language قواعد اللغة to ask and answer about what is it is at home عشان نسأل ونجيب عن ماذا يوجد في المنزل. بنقول what is in what's in your اسم الغرفة. What's in your bedroom مثلا. What's in your living room. فبيقول there is a ولا an. طبعا a بتيجي مع ال nouns الحروف بتاعتها consonant أو عادية أو وال an بتيجي مع ال nouns أو الأسماء اللي بتبدأ بحرف من حروف الفاولز اللي احنا قلناها قبل كده اللي هم ال a وال e وال i والO والU. الحروف دي اسمها vowels. أي اسم بيبدأ بحرف من حروف الفاولز بيجي قبل منه an. فهنا بتقول What is in your living room? ماذا يوجد في غرفة المعيشة بتاعتك؟ There is a couch. يوجد أريكة. تمام كده. To ask about what someone is doing, what plus is or plus subject plus doing. Subject plus am أو is أو are. Plus الفعل في infinitive plus ing. زي مثلا what are you doing. أنت بتعمل إيه. ماذا تفعل. فبيقول له I am looking for هنا الفيرب بالing my math book. تمام.
offering help. I can help you find your book. أستطيع مساعدتك في إيجاد كتابك. Thanks. شكرا. طبعا thank دي غني أغنية دي طبعا غنوها وقروها في البيت وغنوها. وده homework. lesson 1 part 2 او الدرس الاول الجزء الثاني. فبيقول لك ال prepositions of places او حروف الجر الخاصه بالمكان. عندنا هنا اربع حروف جر عايزين نتكلم عنهم. between بين يعني اي حاجه بين حاجتين بنقول عليها between. there is a television between the chair arms of two chair arms. قلنا على there is a lamp on a table on the table. Next to بجانب there is a cup there is a cupboard next to the chair. Behind خلف طبعا there is a bookcase behind the table. طبعا ده حفظ. Ask and answer about the contents of any room. هتسأل وتجيب عن محتويات أي غرفة. What is in the living room? ماذا يوجد في غرفة المعيشة؟ There is a television next to the armchair. يوجد تلفزيون بجانب كرسي ذو ذراعين. طبعا الـ activity ده سهل, the homework. ونروح ل lesson 2. فهنا بيقول لنا listen and point أو استمع وأشر. cut the vegetables قطع الخضروات. sweep the floor اكنس الأرضية. set the table جهز عد المائدة. feed the cat أطعم القطة. make your bed زين سريرك رتب سريرك رتب سريرك. How can you help at home? ازاي تقدر تساعد في البيت؟ طبعا ده homework. ده طبعا ده حفظ ولا ايه؟ وين عندنا الاكتيفيتي ده homework. homework. الحمد لله درس النهارده كان سهل قوي. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.